في كل مكان، وابتداء في الجزائر، وهم يتذكرون الربيع البربري اللي تمر عليه اليوم 39 سنة، والربيع الأسود، الربيع الأمازيغي الأسود اللي تمر عليه اليوم 18 سنة 2001. حي الله الأحرار فيهم الرجال والنساء، حي الله الذين يؤمنون بوحدة البلاد ويؤمنون بالجزائر ويؤمنون بهويتها أمازيغية عربية وفوقها الإسلام وقبلها وقبل كل شيء هذه الوحدة ما بين الناس وما بين الجزائريين. حي الله أحرار الأمازيغ وحي الله أحرار البلاد في كل مكان. إخواني أينما كنتم، هذه البلاد لنا جميعا، وهذه البلاد ستبقى موحدة كما كانت دائما رغم المتنطعين والمتطرفين والعنصريين من هذا الطرف أو ذاك. حي الله كل الأحرار، وأنا بقدر ما هناك أحرار داخل الأمازيغ بقدر ما هناك مفسدين نعرف ذلك، وبقدر ما هناك أحرار داخل الشاوية هناك مفسدين وهم أقلية كما هم أقلية داخل الأمازيغ نعرف ذلك، وهناك ما هناك أحرار داخل العرب داخل النمزاب داخل توارق هناك مفسدين. إذا القضية ليست لها علاقة بأي لغة يتحدث والدك أو والدتك وأين ولدت، ولكنها علاقة بالسلوك، علاقة بالمواقف، علاقة بالحرية، بالشهامة، بالشموخ، بالكرامة، هذه هي التي تصنع الفرق بين الناس. ما تقوليش أنك ولدت في باتنا، ولا ولدت في تيزي وزو، ولا ولدت في تلمسان، ولا ولدت في تمراس، ولا ولدت في سعيدة، هذا يعطيك أي خيار أو أي أسبقية أو العكس صحيح. إنما هي مواقفنا، إنما هي هل نقف مع الظالم أم مع المظلوم، هل نقف مع الوطن أم مع لصوص الوطن، هل نقف مع الشعب أم مع الذين خربوا هذه البلاد. حياكم الله أحرار الأمازيغ، وأنا على يقين وعارف أنه مهما كان المتنطعين والكاذبين باسم الأمازيغ فإن الأغلبية الغالبة هي لهذه البلاد والبلاد لها، كما هم إخوانكم كيفما سموا أنفسهم. أحرص شيء لازم نحرص عليها وحدة الشعب، وحدة الوطن، ووحدة قواتنا المسلحة. هذه الأشياء مهمة جدا، وكلما وقفنا في وحدة شامخة كلما أسقطنا المفسدين والمسرفين والدجالين في هذه البلاد تحت أي تسمية سموا أنفسهم. إخواني في تطورات